أمس قمنا بافتتاح الدورة في متحف الصحراء في مدينة دوز. الافتتاح في فعالية مسابقة أجمل مهري وأجمل هودج بحضور جماهيري. معنا ما شاء الله معنا بعد كورونا اليوم أول عودة لنا في بعد غياب عامين. حماس من الجمهور ما شاء الله. عدد المشاركين من دول الأعضاء الاتحاد العربي كلهم كانوا في الموعد للدور. حضور متميز. نعتبر أن دورة تونس حققت جملة من الأهداف اللي هي رأي تونس قادرة تعمل تنظيم سباقات المهاري الهجن بالرغم من نقص اللي عندنا في البنية التحتية للرياضة هذه. تعرف أن الرياضة هذه اليوم مهمة جدا في أنها تحافظ على وتكون رافض لملاك الإبل أنهم تعطيهم معناها فولي آخر تكون لهم رافض جديد. معناها أن ندخل اليوم بالإبل إلى رزنامة الدول العريقة في تنظيم سباقات المهاري الهجن. ليبيا من الجزائر من الأردن من المغرب من فرنسا من موريتانيا دول هم هذولا معناها أعضاء في الاتحاد العربي لرياضة سباق المهاري. قطاع الإبل في تونس تعرفوا أنه هو قطاع حيوي بامتياز ولكن اليوم تأثرت كل الوظائف الحيوية بتاعه من ناحية الجفاف وكان جفاف كبير ولكن احنا اليوم لابد باش نقفوا وقفة حازمة الناس كل يعني في الجانب هذا من ناحية العلاف. اليوم القطاع يشكو من عديد الصعوبات وخص بالذكر كما حكيت هو غلاء العلاف والتصحر يعني المنطقة الصحراوية باعتبارها وأن احتباس يعني من الأمطار من سنة 2018. لذلك اليوم الندوة هذه يعني تتمحور يعني في موضوع قطاع الإبل وكذلك يعني عديد يعني الاستثمارات في هذا الحيوان باعتباره أن عندنا مادة الحليب عندنا مادة الوبر عندنا مادة اللحم. اليوم لابد باش نقف وقف واحدة في تونس باعتباره أن هذا المنتوج هو منتوج وطني بامتياز لابد اليوم باش نقف ناس كل إدارة وفلاحة ناس كل مسؤولة على هذا القطاع لأنه هو أكيد وأكيد جدا اليوم دخل في الدور الاقتصادية واليوم لابد معناها باش نقف ناس كل كما حكيت لك. الشيء اللي نأكده لك وأن كل الفلاحة والمربيون في القطاع الشرقي معناها في الجنوب الشرقي والغربي في قطاع تربية الإبل هم متمسكين بهذا القطاع تمسك يعني من جذور الآباء والأجداد ولكن اليوم صعوبات كبيرة في تونس. صحيح هنالك يعني عديد المرافق باعتباره أن الوضع العالمي متقلب ونتابعه في هذا الشأن باعتبارنا اليوم لابد اليوم من تشجيع هذا المربي باعتباره أنه هو يعني قطاع كما حكيت لك في السابق يعني هو حيوي ولكن الشيء اللي نأكده لك لابد يعني باش تقف الناس كل وقفة واحدة. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.